أستاذ محمد برهان، أنا سعيد نلتقي بك مرة ثانية. كان عملنا اللقاء الأول وكان مفيد جدا، كنا تناولنا فيه عدة نقاط وكده. وصلنا كان في إنه أنتوا رجعتوا من الصين كدفعة، الدفعة الثانية. يمكن في نقطة أحب تضيف لنا، إيش جوازات السفر اللي كنتوا تستعملوها في السفر للصين؟ السلام عليكم أخي وزميلي في النضال محمد خير عمر. للمرة الثانية لك الشكر أجزله لإتاحة لي هذه الفرصة، فرصة مهمة أقول، لأنه أديتني هذه الفرصة ألتقي بالجماهير الإريترية اللي ترغب معرفة نضالنا الوطني، نضالنا التاريخي اللي عايزين يعرفوا، وأديتنا هذه الفرصة ألتقي معهم وأشرح تجربتي الطويلة في النضال. شكرا جزيلا. وسؤالك، نحن الجبهة كان عندها علاقة مع الصومال، دولة الصومال سيادة بري والشعب الصومالي من أوائل الذين وقفوا ودعموا الثورة الإريترية، يعني سوريا والعراق والصومال هم الأوائل اللي دعموا الثورة الإريترية. بعدين طبعا بقية الدول العربية، ومعها لما تحررت اليمن الديمقراطي عدن. ولذلك الجوازات في تحركنا اللي كنا نستفيد منها هي جوازات الصومالية. والله جميل جدا، لان نذكر يعني الشعب الاريتري عنده فضل كبير على الشعب الصومالي بالذات، يعني يمكن من اوائل الناس اللي ساندوا القضيه الاريتريه وما وقفوا اصلا وما غيروا موقفهم في مسانده الثوره الاريتريه. حتى قاده الثوره الاريتريه كانوا يستعملوا الجوازات الدبلوماسيه الصوماليه. شكرا لهذه المعلومه. بعدين انتوا رجعتوا كيف من دمشق مثلا؟ انتوا رجعتوا من الصين الى دمشق، من دمشق خشيتوا اريتريا كيف؟ لا، ما رجعنا لدمشق، نحن ذاهبين مشينا دمشق، من الصين قصدي، يعني من الصين. اوكي. عددنا كان 24 منادل، ومشينا للصين على مراحل 3 أيام كده، أخذ لنا لأنه في الطائرة كلنا ما ممكن نركب، ومشينا عن طريق دمشق. في المكتب جبهة تحرير إريتريا في دمشق هو اللي نظم لنا، ومشينا للصين. بعد الكورس انتهينا من الكورس، يعني أخذ لنا 8 شهور تقريبا، ما عدنا لدمشق، رأسا عدنا لليمن الديمقراطي اللي هو عدن جنوب اليمن. تمام. آنذاك في نفس 67 كان استقل من الإنجليز، طبعا قاد حرب التحرير وانتصر وأعلن الاستقلال لجنوب اليمن. ولذلك هم أول من دعمونا بعد الاستقلال، وقفوا معنا لأنه هم أساسا مناضلين، وكان بعد أعداء المجلس الأعلى كان عندهم علاقة بالمناضلين اليمنيين جنوب اليمن. لذلك نحن جينا لعدن، ومن ومن عدن عدن أيوة عدن عدن أخذنا فترة يمكن 3 4 شهور عشان نمهد الطريق. طريقنا هو عن طريق البحر، ما عندنا أي مجال آخر، طريق البحر عشان نمهد. جينا لعدن، انتظرنا يمكن 4 5 شهور، وأعضاء المجلس الأعلى بالذات عثمان سب كان كثير كان يتردد لعدن، و كثير من المرات ناقشنا معه، كثير الشهيد عثمان صالح سب وبقية المجلس أعضاء المجلس برضو كان يجي. ومن عدن تحركنا بصنبوق شراعي، صنبوق شراعي ما عنده موتور، هذا كان الإمكانية بتاع الناس اللي هم دناكلة أو اللي كانوا مرتبطين مع الجبهة، مع جبهة تحرير إريتريا، كان عندهم صنبوق.
وتحركنا هذا السنبوب. كم أخذت ونحن منكم الرحلة؟ نعم الرحلة بالسنبوك أخذت كم من الزمن؟ ما أنا أجيك تابعني بس. أوكي. أيوة، لأنه نحن تحركنا من عدن، والمسؤول المسؤول اللي يقود هذا السنبوب جابوا لنا واحد من يمن الديمقراطي يعرف البحر كويس، وكان سماكي سمك، ولذلك يعرف البحر. هو اللي كان قايد بتاعتنا، وهو من الاخوان المناضلين من الدناكل مالت التنظيم، برضو كانوا معانا ذيك 5 6، وكنا الباقي 24 اللي عدنا من كلنا ال 24 تقريبا، 20 اللي عدنا من الصين ركبنا هذا السنبوب وتحركنا. بعدين في جزيرة كاميران بتاع شمال اليمن، هي جينا في جميع جزيرة كاميران، انتظرنا هناك فترة عايزين نكشف الطريق، نشوف يعني سالم ولا غير سليم عشان نشوف. فانتظرنا في جزيرة كاميران بعد أسبوع تقريبا، تحركنا منه وكنا نأخذ على جانب اليمين يعني في حدود اليمن شمال اليمن، بعدين السعودية، بعدين عشان نخرم للسودان، ندخل السودان، لأنه في بواخر حربية طربيدة يسموها بواخر حربية للإثيوبيين، كانت تراقب في البحر الأحمر، ونحن عشان نتفادى من هذه البواخر الإثيوبية كنا نمسك الاتجاه اليمين اللي هو لليمن والسعودية. وعثمان صالح سبه كان اداني رسالة، أنا رسالة تحدد هويتنا، من نحن مثلا، يعني لو حصل لا قدر الله لو حصل شيء، كان ادانا كتاب انه نحن مناضلين من اريتريا وراجعين لبلدنا. ونحن ماشيين في الباحر، الخفر السواحل بتاع السعودية صادفونا بالصدفة، فشافوا جونا شافوا الصندوق، بعدين لما نقربوا علينا شافوا شباب قالوا لنا، سألنا انت ايه؟ نحن سماكة نجلب السمك من هنا من البحر ونبيعه في السودان وفي اليمن وكذا، قلنا لهم. لما شافوا ما صدقوا، ما قدر يسدوا، ما قدروا لانه شباب ما نشبه سماكة اصلا ملابسنا وكله. طيب قالوا لنا نحن حسا وجدناكم في البحر بتاعتنا في السواحل بتاعتنا، حناخذكم للمسؤول في السعودية. فجابونا في نقطة اسمها قنفدة على سواحل السعودية، في قنفدة نزلونا. بعدين في الطريق نحن ماشيين، أنا اللي كنت المسؤول أديت تعليمات لكل المناضلين، أي وثيقة تثبت إنه نحن كنا في الصين أرموها في البحر. صور كان عندنا دفاتر كثيرة، الكورس اللي أخذناه كنا مسجلين، ما كان البلد متطور زي الآن يعني موبيل وغيره وغيره، في دفاتر مذكرات كنا نكتبها. فنحن لما مسكونا جابونا في قنفدة نقطة واستقبلونا، انتوا ايه؟ قالوا لنا نحن، بعدين كلمناهم قلنا لهم نحن مناضلين اريتريين وماشيين لاريتريا من جبهة تحرير الاريتريا، وديتهم انا الرسالة مكتوبة من المجلس الاعلى تؤكد انه نحن مناضلين. فجابونا استقبلونا كويس، وكل نقطة هو نقطة في الخبر. بعدين انتظرنا يمكن أسبوعين، جابونا لجدة. جدة جابونا دخلونا في انتظار في فيلا واحدة، فيلا كويسة، يا جابونا بعد السجناء، كانوا سجناء اللي ما محكومين، كانوا برضه هنا انتظرونا من فلسطين من سوريين غيرهم ومن لبنانيين، جابونا هناك.
قعدنا ننتظر الرد، أسبوع أسبوعين، شهر شهرين، 3 4 5 6 7 8 شهور انتظرنا هنا. بعد 8 شهور هم يعني ما عارفين هل هيسلمون لإثيوبيا، لأنه علاقات السعودية مع الملك هايلي سلاسي كانت قوية، ونفس النظام ملك ملك، لكن السعودية من البداية بحكم جوار، وتعرف الإريتريين عدد كبير من الإريتريين يعني، وكثير من الشعب الإريتري برضه كان موجود اللي مشى من اتجاه مصوع والساحل وكذا، فكان يعرف السعوديين يعني بيعرفوا عن إريتريا وتاريخها وكله، فحيرونا يمكن 8 شهور ما عارفين ايش يعملوا يتصرفوا، خلونا فكونا ما عايزين ما وما عايزين يسلمونا لإثيوبيا. وأثناء نحن معتقلين تقريبا بعد 8 شهور بالصدفة أنا دخلت المستشفى، كان كبه كده ومشي أخذوني، لقيت واحد من مسوى مريض كان راقد في المستشفى، واحد كب علي شاهي، صهل شاهي في وجهي، وحرقت شوية. أنا أخذوني للمستشفى ولقيته، أنت من وين؟ قلت له أنا، قال لي من وسعة من مسوى. أيوه تعرف جبهة تحرير إريتريا؟ أنا أعرف في جبهة تحرير إريتريا. تعرف اسمندون؟ أيوه بعرف. طيب قل له الناس زملائكم اللي كانوا جايين من الصين معتقلين الآن في جدة، حكيت له كل القصة، الآن تمشي تكلمه. كان يطلع هو، لما هم ما عارفين وين أنا وين نحن، وين مشينا، طلعتنا البحر ايش حصل، ما كان يعرفه. أنا لما كلمته مش أكلم عثمان سبع، عثمان دندن، عثمان دندن عمل تليجرامات للمجلس الأعلى والطلبة في القاهرة، قلبوا الدنيا كلها الطلبة وكلهم. بعدين المجلس الأعلى مشى العراق وحكى لهم حصل كذا 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 كذا، فحردان الكريتي وزير الدفاع العراقي شخصيا جاء للسعودية، حضر وقابل الملكة اللي كان آنذاك، قال له إذا هذول منادلين والسلاح نحن أديناهم عشان يحاربوا ويحرروا بلده، منادلين من إريتريا، هم حجزتهم 8 شهور، ليش الآن تطلقوا سراحهم؟ وإلا نحن حناخذ وقف منكم، قالوا لهم. بعد أسبوع جابوا سنبوك آخر، غير السنبوك بتاعتنا، جابونا في السنبوك وجينا في الخفر السواحلي بتاع السودان، مرافيد، في مرافيد قريب منه نزلنا. لو ما كانت السعودية مسكتنا كنا حنقع في يد إثيوبيا، يا كنا نعمل شيء معهم مقاتل، لأن الطرفين عندهم أكثر من 3 4، وهم كانوا عارفين الإثيوبيين تحركنا من عدن. كان في واحد إريثري من أقارب مسؤول المكتب عثمان في عدن، كان معانا 3 شهور شهرين، بيعرف كل تحركنا. وقبل ما نركب السنبوب هو كان طالب في القاهرة، رجع مشى للقاهرة وكلم السفارة في القاهرة الإثيوبية، والسفارة أبلغت الإثيوبيين، الإثيوبيين قلب كل البحر الأحمر بالتوربيدات بباخر كل مسكوه، وحتى بالطائرات دخلوا حدود السودان. بعدين السودان احتجت لما دخلت طائرات حربية إثيوبية للسودان، احتجت وما ما عرفنا السودانيين، ونحن في القنفذة في النقطة، الطائرة جتنا برضو هناك عملت جولة هناك، طائرة حربية، السعوديين قالوا ايش هذه الطائرة بتاع حبشي، ايش تعمل تجي هنا كذا، قالوا نحن ما مش عارفين ليش كذا حصل، كل ده ما نعرف. فسماك سعوديين، يولي مسؤول للضابط السعودي، قالوا له يا اخي الطرابيد 2 3 مرة سالونا، قالوا لنا في سنبوك كده شفته، قلنا لهم ما شفنا، مرة سالونا، مرتين ثلاثة سالونا في سنبوك فيها شباب، فجوا ابلغوا للضابط بتاع السعودية، والضابط نادانا، انا اللي كنت المسؤول، قال لي انتوا عندكم توربيد؟ يا اخي لو عندنا توربيد انتوا تمسكونا، نستناكم بالشراع كده، ما حقنا دي الاثيوبيين هم
لأنه في البحر الأحمر دائما يعملوا اسمه دورية. فلو مثلا كان عندنا سلاح، نحن سلاح في السمبو، كان عندنا سلاح مخزون، لكن السلاح بتاعنا عشان لو حصل شيء ما يشوفوه. حتى السعوديين اللي كان مسكونهم 12 واحد، في بعض الإخوة من المناضلين قالوا لا يا أخي ما نقبضهم ونعمل أي حاجة، لا هذا ما يصير. قلت منعتهم أنا، لأنه عدد كبير من الشعب الإريتري موجود في السعودية، كل السعودية، جدة، الرياض، كله. وعندنا مكتب والمجلس الأعلى عنده علاقة مع كل البلدان العربية. نحن ايش حنكسب؟ ال 12 دير نقتلهم نشيل السمك، ايش حنكسب؟ حنخسر كل ما نتمناه نحلم حنخسره. لذلك ما حن... هذه الخطوه ما حناخذها. اقتنعوا، لانه كانوا معي سعيد صالح، مسفن حقوس، كان عبد الله علاج، نادلين صالح عمر شوم، صلاح الدين عبد الله موجود في جده، حسنيت، عدد كبير اسمع كانوا محمد معنا. بدر، فناقشنا في النهاية اقتنعنا كلنا ما نتصرف ونمشي معاهم، ما حيعملوا لنا حاجة أساسا، ما أذيناهم. فزي ما قلت لك، بعد 8 شهور جينا لحدود مرافيد. مرافيد أصلا حقنا هو المناطق ده، منه كل واحد لوحدات بتاعته ماشية. دي هي القصة. والله دي قصة بالمناسبة مهمة جدا، يمكن تنشر لأول مرة، إنه التفاصيل بتاعت الواحد بس بيعرف إنه مشيت اتدربت في الصين ورجعت، لكن كيف رجعت وإيش المشاكل اللي واجهتكم وكيف كم من الزمن أخذته؟ يعني شكرا جزيلا، هذه والله قصة تستحق الإشادة. برضو ما شرحنا، أنا كنت عملت مقابلة مع سامييل عكا عكا عن رحلتنا للصين، بالتقرير كنت شرحتها. فدي في 8 شهور اللي استنينا في السجن، انتظرنا في السجن، برضه حصل لنا حاجات كثيرة هناك. عملنا إضراب، عن الطعام. لما الزمن تأخر بقى 4 5 شهور تقريبا وما عايزين يطلعونا، نعمل اضراب. قلنا عملنا اضراب 1 يوم 2 3 4 5 6 يوم، في 3 نفر مننا وقعوا عايزين يموتوا، تعبوا وتعبنا كلنا الحقيقه. والدنيا كانت سخانه، وان كان مكيف كان عندهم، تعبنا كثير يعني. وبعد 6 يوم تقريبا الضابط السعودي، ضابط سعودي نادانا انا لمكتبه، مشيت قال لي يا اخي انتوا الاضرابات دي اللي قاعدين تعملوه هنا في السعوديه ما يمشي، اضراب في السعوديه حاجه، اضراب مظاهرات وكده ما يمشي، في بلد ديمقراطي اوروبا هنا ما. لكن هنا في السعوديه الكلام ده ما يمشي، انتوا حتموتوا كلكم هنا، هتخسر بلد، حيخسركم انتوا، حتخسروا البلد، بلدكم، عايزين تنادوا وتحرروا اريتريا وحتموتوا هنا قبل ما توصلوا بلدكم. فانا انصحك، قال لي تبدأوا تأكل، لأنه مشوا أياميها كان الملك فهد اللي هسه الله يرحمه توفى، كان هو أمير المنطقة اللي كنا نحن فيها، منطقة جدة ومكة، هو اللي كان أمير. فمشوا كلموه، في إريتريين عملوا إضراب، رد واحد أداهم، جيبوا كفن كفنوهم وأرموهم خلاص باللفظ ده، كفنوه، نعم. يعمل اضراب هنا في السعوديه كفنوه. يعني لما ناقشنا معه، هو وراني، انا بعرف السعوديه الحقيقه، بعرف السعوديه، لكن جماعتنا كانوا متمسكين شباب طبعا، 5 شهور. ايوه بالنسبه لنا الحقيقه كانت ظروف صعبه. فانا قلت له انا مقتنع من اول، برضه ما كنت عاوز الحقيقه نعمل اضراب، لكن هم رفضوا. فقلت له فلان 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 نادي وحاول اقنعهم كانك انت ما قابلتني، لان انا قبل لما قالوا نضرب نعمل اضراب انا كنت رفضت لهم، ما نحن هنعمل قالوا. فوق وتحت كنا جو اللي وزعوا الاكل، قال لنا الفوق جماعتكم رفضوا اكل ما عايزين، قالوا برضو نحن ما عايزين، لا كنا تحت
تضامنا معهم. فأنا قلت له فلان فلان نادي أقنعهم، ونادى نادى ناقش معهم يمكن ساعتين. في النهاية طبعا شافوا ما في أي من السلطات السعودية تجاوب، ما في. فهم قالوا لي طيب نادي المسؤول حقنا وتكلم معه، نحن معتنعين خلاص. خلاص انا حاد نادي، وقال ثاني ناداني قال لي اقتنعوا. رجعت انا عملت اجتماع، قلت لهم ضابط السعودي الان ناداني قبل انه كان ناداكم برضو فلان فلان فلان، وهو عشان ينقذنا مهتم بإريتريا، هو شاب متعلم درس في أوروبا وورانا. أنا أنتوا لما تعملوا إدراك ولما تحاربوا هيدا سلاسة، بمعنى كأن أنتوا ترفعوا خنجر وتطعنوا نفسكم بالخنجر، لأنه نفس النظام. والله بهذا اللفظ قال لي أنتوا شباب هذا البلد، أنا بلدي قال، لكن إضرابات ومظاهرات ما يمشي لحد هسه كده، لا في اتحادات شباب ولا اي جماهيريه، ما في هنا ملك قانون ملك وخلاص انتهى. انتوا في هذه الظروف قال. فنحن بعدين لما شفنا الحقيقه 6 يوم بدون اي شيء قبلنا، هذه كانت برضو بالنسبه لنا يعني صعبه. مع السجن اللي سجننا عملنا اضراب 6 يوم بدون اكل بدون شراب، مع سخانه 40 درجه لو كم ما اعرف. المهم كان مرينا بظروف صعب أقول، لكن كشباب كمناضلين كنا عازمين نتحمل، وتحملنا ورجعنا بلدنا واستمرينا في النضال. بس حسي انت حسي لما تقارن الوقت ذاك، انت جاي من الصين 3 4 شهر في عدن، 8 شهور مسجونين في السعوديه، عملتوا تراب وكلكم انه دايرين تمشوا اريتريا عشان تحاربوا. يعني حسي تقارن كيف مع الوضع اللي نحن موجودين فيه؟ يعني الشعب الاريتري بيعاني من ديكتاتوريه رجل واحد كده ما قادر، يعني ايه يعني تقول شنو يعني في لما انتقلنا الوقت الزمان ده، الحماس بتاع الشباب وكده، والفترة الحالية اللي نحن موجودين فيه. والحقيقة الحركة السياسية في إريتريا من البداية حركة شجاع كانت، لأن الشعب عايز استقلال، والحركة كانت حركة شجاع. كان عدد كبير من السياسيين يعتقلوا ويتحملوا عذاب في السجين بالكهرباء ببراميل بتاع مويه بأشياء الواحد ما يتصور. كل هذه الأشياء قبل إعلان الثورة أعداد كبير من الناس تحملوا في إريتريا. محمد عمر قاري المحامي سجنه 10 سنة، لأنه مشى الأمم المتحدة بصفته محامي، لما رجع سجنوه. عدد كبير في إريتريا، لكن كل الإريتريين اللي عايزين إريتريا تتحرر كان يتحمل كل ما يعمل كل العدو ضدهم يعني. فهذه الأشياء من البداية كانت، ونحن لما يعني أعلننا أو قررنا نناضل، كل هذه الأشياء في ذهننا التحمل. أنا لما عايز أمشي التحق بالصفوف المقاتلين بحمد عواد، كنا نعتقد ان ايامها موجود. لما التحق وموسى محمد نور هو اللي كان مسؤول في كل اريتريا، معه كان بعض الجماعه كانوا في اسمره، فقال لي احمد برهان نقاش، الشهيد احمد برهان نقاش، وسراج احمد، وعبد السلام عبد الله، حوري عبد الله، كانوا انا ذكرتهم يومتها المسؤولين. لكن انا قابل احمد برهان نقاش وموسى محمد نور، هم اللي قابلتهم. موسى بعرفه من عائله كده نعرفه، و قال لي موسى انت ما حتقدر، هذا بار منطقه باركه، وانت مولود في مندفره
ويختلف المنطقة، الطقس يختلف والمنطقة تختلف، الظروف المعيشية كل شيء. قلت له يا أخي أنا أتحمل كل شيء. إذا الإنسان عنده عزيمة، إذا في العزيمة يقدر يتحمل كل شيء، ما ممكن يعمل كل شيء لكن يعمل شيء معين، شيء يعمل إذا عنده عزيمة. أنا حاولت أقنعته إلا كان رفض لي. فحملنا هذه الأشياء لأنه المناذرين اللي بدأوا الكفاح مصلح رفاق حامد عواتي بالذات، أنا لما اندميت عدد يعني مرات كثير أنا حكيت عن هذه القصة، أحكي لك يا أخي. مجموعة كانت في القاش سنة 62، مجموعة مناضلين يعني حاملين سلاح رفاق حمد عواطي، المجموعة دي عدد 15 ولا كده كانوا. فهم في القرية، بعيد من القرية كان في جبل، العدو عرف من خلال وسائل، هو كان هنا عملاء، هو عرف. فجاء العدو حاول يحوطهم، بعدين عرفوا هم، لكن العدو في كان تبة شوية مرتفعة هناك، مشى هناك ثاني تبة، كانت ثاني مرتفعة، كان الجماعة عندهم واحد برين، برين واحدة برين كانت عندهم. طوالي مسك برين حقه مع المساعد بس حقه، مشى التبة لأنه لازم البرين يكون فوق عشان يقدر يشوف يسيطر، عشان يسيطر على المنطقة. الساحة، الساحة القتالية. أيوة. فأول ما طلع في التبة دي عادوا اكتشفوا بالمنظار، وكان عندهم منظار بتاع اسمه دي بتاع بندقية، ضربوه في رأسه في البرين ده، بطل من أبطال المناضلين، هو وقع هناك. المساعد بتاعته مسك البرين، مسك البرين ضربه للمساعد بتاعته. لما شافوا المناضلين اثنينهم وقعوا، واحد طوالي بالتكتيك على العسكري مشى، لما نوصل هناك برضه ضربوه. رابع قام لما نوصل هنا ضربوه، رابع خامس سادس سابع ثامن تاسع العاشر مشى شال البرين، كله مشيتهم هو عشان ينقذ البرين ده، لانه السلاح كان مهم بالنسبه لهم. انا ذاك ما كان في سلاح، السلاح عامل مهم، العامل الحاسم هو الانسان اللي يمسك البندقيه، لكن بندقيه اذا ما عندك برضه العبد هينتصر عليه، هيضربه هيقتله. فالبرين كان مهم عشان ينقذوه، تسعه مناضلين استشهدوا. المناضلين ديل اللي التحقوا بحامد عواتي، الشهيد حامد عواتي، بعدهم كانوا رعاة بقر، بعدهم كانوا مزارعين، بعدهم كانوا كمان تجار يعملوا، كان عندهم إمكانية، ما عندهم مشكلة بتاع المعيشة، لكن قرروا ينضموا للثورة الإثرية. ولما أدوا روحهم لإنقاذ هذا البرين، والبرين عشان ينقذ الثورة الإثرية بتفكيرهم، ما كانوا دارسين جامعات الفلسفة اللي الآن اللي قاعدين نشوفه، ما دارسين حتى الابتدائية اللي ما وصلوا ما في، لكن كان عندهم شيء واحد اللي هو إيمان بالوطن بإريتريا، إيمان بالوطن بإريتريا، وأدوا روحهم لإريتريا وبقوا قدوة للآخرين. كان شرحوا لنا هذه ما حصل في محمد نقوس بهتا، اسمه موجود يمكن عمره الآن 90 سنة، من المناضلين بتاع 63، هو قبلي التحق بالثورة، هو حكى لي بعدين المسؤول برضه حكى لنا يعني. لا، عملية دائما انا طويلة. في كثير من المقابلات بتاعتي انا اشرحها، لانه الشعب الاريتري من البدايه كان عازم يحرر اريتريا، يدي روحه كل امكانياته، وده هو اللي احنا اللي خلانا مثلا
نتحمل كل ما حصل لنا في السجن بتاع السعودية، لأنه في ناس بقول لنا قدوة ادونا تاريخ في لنضالنا مثلا، يعني في استمرارية نضالنا. تمام، بعدين أسألك، الدفعة الأولى اللي جو اللي كانوا قبلكم ديل الخمسة، عندك معلومة رجعوا كيف؟ أخذ منهم كم من الزمن؟ الدفعة الأولى ما هم كلها كده من ستة من ستة سبعة ثمانية شهور كانت أيوة، بعد ما أخذوا مع زيكم قالوا الدورة يجوا بعدد، الدورة كم أخذ الدورة منهم من كانت. الزمن يوصلوا إريتريا وكده؟ عندك معلومة؟ أيوة أنا ما أحكي لك، استنى. الدورة كانت 6 شهور، لأنه بعد الدورة كان ناخذ جولة في الصين كلها، ورونا القواعد العسكرية بتاعتهم، المناطق اللي كانوا فيها حققوا فيها، كل شيء كان يورونا، كل السنين شفناه. عشان كده من 6 شهور لثمانية كانت. هم رجعوا عن طريق سوريا ونحن قابلناهم، نحن ماشيين للصين، نحن قابلناهم في سوريا. أنا كنت بعرف الشهيد محمود شكيني، وأعرف إسياس برضو، بعرف رمضان محمد نور، ما كنت أعرفه من هناك، هم مشوا. لكن الاثنين لما مشوا في الميدان، و شكيني وأحمد آدم عمر كنت بعرفه بردي، لكن عن قرب الشهيد محمود شكيني كثير كان على عندنا بعرفه. وإسياس نفس الوقت لما جاء كنت في الميدان برضو كنت بعرفه. لما جينا لدمشق هم ورونا الكورس اللي أخذوه، نحن نعمل مثلا كل الأشياء اللي شافوها هم، ورونا ايش نعمل نحن كمناضلين، كيف نتصرف مثلا يعني في الدوره كمناضلين، عشان نوريهم انه الشعب، انه احنا نمثل النضال الاثري والشعب الاثري، فلازم نكون حذرين من كل شيء، ونوريهم اننا فعلا مناضلين وكده. يعني ادونا زي مثلا نصحونا كثير اللي هم درسوه، ورونا وافادنا نحن لما مشينا للصين، اساسا نحن مناضلين، وهم ادونا الدرس اللي عن ما درسوه. ولما مشينا الصين ما كان جديد بالنسبه لنا، استفدنا من التجربه بتاعتهم واستمرينا. هم جو سوريا، من سوريا رجعوا، وكل واحد لمنطقته رجع، كانوا مفاوض سياسيين. عم السكرتير توفى هنا بالكورونا، ايوه، هو بالانجليزي. ايوه هو كان المنطقة مثلا للمناطق بتاعتهم. لكن لما دخلوا هم لإريتريا، المناطق الثلاثة قالوا نوحد الجيش، الوحدة المناطق الثلاثية، أنا الثلاثة الوحدة الثلاثية، أيوه. أيوة الوحدة الثلاثية، المنطقة الرابعة والثالثة والخامسة، عملوا وحدة، عملوا قيادة واحدة. لما جينا استنونا عملوا هذه الوحدة، ونحن استمرنا معهم، وكانوا متفقين معهم برضو محمود شكيني بتاع المنطقة الثانية وأحمد آدم عمر المنطقة الأولى، متفقين معهم إنه لا نعقد المؤتمر. وصارت اجتماعات، وتوصلنا لعقد مؤتمر عسكري اللي هو أدوبحة سنة 69. الثلاثية قلت يعني لما رجعتوا من الصين. نعم، طيب كدي ممكن اشرح لنا ايه اللي حصل بين الوحدة الثلاثية لحد ما وصلتوا إلى مؤتمر أبوبحة وكده، لأنه حنجي برضه في مؤتمر أبوبحة بعدين، لأنه كان في ناس يعيدوا الوحدة الثلاثية، المنطقة الأولى والثانية ما حضروا، ثلاثة أربعة خمسة حضروا وتكونت القيادة الثلاثية، وكان من يعيد الوحدة الثلاثية كان من كان ضدها. كيف كان الوضع بين الوحدة الثلاثية لحد المؤتمر الدوحة؟ لا نقاش. الخمسة لما رجعوا من الصين مع المناضلين اللي كانوا في إريتريا متحملين مسؤولية، كلهم ناقشوا الوضع، كان شوية صعب، لازم وحدة الجيش كان ضروري. وظواهر بعض الأشياء كانت، فالضرورية دي ناقشوها واتفقوا كلهم المسألة إنه إيش ناقشوا إيش عملوا. في النهاية حتى المنطقة الثانية والمنطقة الأولى من الأول متفقين معهم،
ومهدوا الطريق مع وحداتهم في المنطقة الأولى والثانية مع كل المسؤولين، أقنعوهم، اقتنعوا جميعا وجو وروا لي البقية الوحدة الثلاثية، أنا كنت أنا ذاك هناك، ورونا إنه نحن قررنا ورأسا حنحضر في المؤتمر ونلتقي في أدوبها، والتقينا هناك حضروا. بمعنى إنه إيش حصل إيش حصل، هذا حاجات كثيرة كانت، لكن تقلبوا عليها الظروف اللي كانت، تقلبوا عليها ونجحوا في أن يعقدوا، نجحنا في أن نعقد أول مؤتمر عسكري لجيش تحرير إريتريا في داخل إريتريا، حضروه كل المسؤولين في الجيش. وتمخضت من مؤتمر دوحة اللي كان من يوم 10 لحد 25 أغسطس 69، انبثقت منه القيادة العامة. أنت كنت عضو في القيادة العامة، نعم، إيش كان مسؤولياتك؟ يعني هل كان في تقسيم بتاع أدوار وكده؟ نعم، القيادة في المؤتمر طبعا انتخبت قيادة من 38، ال 38 في بتاع المكتب العسكري والمكتب السياسي والعلاقات الخارجية، مكتب الأمن والاقتصاد، اتقسمنا كلنا لمكاتب مجموعات يعني. وأنا أول ستة من القيادة العامة توجهنا للسودان بالبيان العسكري، بالبيان بتاعتنا، مشينا السودان، مشينا أول بورسودان، كسلا، مدن مين كان كلها معك من القيادة العامة؟ من القيادة العامة. أيوة، وأنا سعيد صالح، الشهيد سعيد صالح، عثمان عجيب، يعني بقية صالح، مشينا ستة أنفار نشرح عن المؤتمر، بيان المؤتمر، وعملنا اجتماعات كثيرة، وأنا كنت مسؤول في هذه اللي توجهت للسودان. بعد ما رجعنا القيادة العامة عملت اجتماع، وفي داخل الاجتماع أنا مشيت للخرطوم، لمكتب الخرطوم للسودان. عثمان عجيب كان مشى أول، هو سحب، أنا بدله مشيت للخرطوم، مسؤول مكتب بقيت الخرطوم مسؤول يعني. للخرطوم يعني. هل حضرت نعم، يعني الجلسة اللي كانت فيها اعتقال القيادة العامة الستة؟ نعم، أنا حضرت، أيوة حضرتها، كنت موجود. لو تدينا شوية نبذة عن كيف حصلت، إيش كانت المشكلة؟ نحن أول ما عقدنا المؤتمر، والمؤتمر انتهى بنجاح، ببيان وكل شيء، قيادة انتخبت، وحددنا بعد سنة حيعقد مؤتمر وطني، ونحن نمهد من الآن المهام الأساسية للقيادة العامة كان الاستعداد لعقد أول مؤتمر وطني، وهي المتحملة مسؤولية، هذه كانت مسؤوليتنا كلنا. ولحد ما نصل للمؤتمر طبعا التوزيعات المكتبية كانت زي ما شرحت لك، والناس اللي اعتقلوا الحقيقة في نفس الأيام، عثمان سبه كان انفصل عن المجلس الأعلى، وكان يمهد برضو لعقد مؤتمر بعدين اللي سموه قوات التحرير الشعبية، اللي عقدوه في عمان في الأردن، نحن عقدنا المؤتمر الوطني، هم في العراقيين والسوريين حاولوا للمجلس الأعلى عشان يجيبوهم ويقفوا مع القيادة العامة، لحد جميعا نحن نصل المؤتمر، وفي المؤتمر نناقش كل مشاكلنا والصراعات السياسية اللي كانت والتناقضات والآراء اللي كانت، كل واحد باتجاهاته اللي كان يريدها تناقشوها. قالوا أنتم في المؤتمر، بمعنى المؤتمر اللي يمثل للشعب الإريتري وأول مؤتمر هتعقدوه،
كل خلافاتكم اللي في تناقضاتكم السنوية تحلوها في المؤتمر. السوريين بذلوا مجهود والعراقيين بذلوا مجهود حتى المصريين، لكن كل ده المجهود ده ما نجح، ما تكلل بنجاح. فعشان كده عثمان سبه من البداية ونحن قاعدين في المؤتمر كان قرر إنه يعمل تنظيم بتاعته، ف لمجموعة بتاع البحر الأحمر هم اللي اعتقلوا، مجموعة بتاع البحر الأحمر هم اللي اعتقلوا. اتمسكت رسالة عثمان سبه كاتبة رسالة لهم، اتمسكت رسالة. فالحقيقة طريقة الاعتقال شوية كان خطأ. المكتب العسكري والأمن هم اللي اتفقوا، جمعونا كلنا أعداء القيادة، ما ناقشنا لأنه ما في فرصة، كل واحد حامل سلاح عشان ما يح. بعدين لما احتجينا أعداء القيادة ليش تصرفتوا كذا بدون موافقتنا، قالوا يا أخي كلنا حاملين سلاح، لو طلعت أي خبر هنقتتل بعدنا، وهذا مسألة انشقاق من الآن، ما نحن حنحتجز وما حنعطوا، مسألة احتجاز نشوف يعني الوضع عشان ما ينفلت مننا. قالوا شرحوا لنا. المهم اتياز كان برضو من ضمن السكرتارية بتاع القيادة العامة، فشوية هو كان رافض، المفروض ما يحصل كده الاعتقال، المفروض ما يحصل في الأول. نحن كقيادة عامة القيادة اللي انتخبت نناقشه ونتفق عليه، وقال لنا لو ما اتفقنا ايش حيحصل؟ نتفرتك. لا، حماية للتنظيم وحماية للمؤتمر أذبحة ونتائجه كله، نحن اتخذنا هذا القوة، فرض علينا لأنه محمد علي عمره رأسا من أذبحة، رأسا مشى باتجاه قدم، فهم أساسا قادة المناطق الخمسة ما انتخبوا، ما انتخبوا، المؤتمر قرر القادة يحضر المؤتمر الوطني لكن الآن ما ينتخب، لأنه كان حاجات صراعات سياسية، كانت اللي هم مثلا محمود ديناي، إبراهام تولدي، عبد الكريم أحمد، عمر زاد، ومحمد علي عمر، قادة المناطق العسكريين. ف دي هي اللي حصلت، والسبب لاعتقالهم هو اللي شرحت لك ده، أنا اللي أعرفه كعود قيادة. تمام. في الفترة ديك السياد كان فيها لجنة وبعدين مشى وين بعد اجتماعات القيادة العامة لو عندك معلومة؟ بعد ما بعد ما خلصنا القيادة العامة جينا تخليط الجيش، المنطقة الأولى والثانية والثالثة، كل الجيش كان في مناطقه ولازم يخلط يكون جيش واحد مثلا. فأخذنا برنامج نعمل خلط في روتا والمناطق ده كلها. بعدين أنا وإسياس كنا، وأنا وإسياس ومحمود شكيني هيتين، سبعة نفر في المكتب السياسي داخل القيادة العامة. اخترنا أعداء مكتب سياسي، فنحن ناقشنا أنا وشكيني وسياس كلنا السبعة أنفار، ناقشنا ما العمل. شكيني قال أنا هنعمل مركز للإعلام وحنعمله في اتجاه المنطقة الثانية، في اتجاه حل هنعمله هناك، لأنه منطقة فيها جبال وكل شيء، ممكن من هناك هنحاول نغطي كل المنطقة الثانية، وبتاع المنطقة الأولى نفس الشيء. أنا وإساس قلنا إيش حنعمل، ناقشنا، ومعانا طبعا التانيين اللي معانا، ناقشنا محمود شكيني وإساس،
محمود شاكيني عمل صار مسؤول بتاع المجموعة في المنطقة الثانية، وسياس كان مسؤول هنا. ما قال المهم أنا أنت تبقى، قلت له وافقنا كلنا، هو يبقى مسؤول. فاتفقنا على أساس نعمل مركز الإعلام بتاعتنا بتاع مجموعة بتاع المرتفعات، نعمله في عالة، في أدرس عالة، اتجاه عالة. كل جزء كان أنا ذاك، اتفقنا كده. بعدين محمود شاكيني قال أياميها الآلات الكاتبة وكده ما كان متطور، محمود شاكيني قال أنا هأرسل جماعة مني يشتروا لنا الآلة الكاتبة ورونيو من السودان، وانتوا ايش حتعملوا؟ قال لنا شاكين انا وايش شفنا نقدر نطلع من اسمره. ايامها اسمره كان صعب لانه المؤتمر عقد، شباب كثير كان يطلعوا للميدان ينضموا للثوره، فالمراقبه بتاع الامن الاثيوبي والبوليس كان في اريتريا في اسمره شويه صعب، ما تقدر تتحرك. وقلنا ناقشنا ما لقينا الا نفس الشيء، نمشي السودان ونشتري اللوازم بتاعت الإعلام بتاعتنا. فبعدين عاوزين نرسل إسعاف، قال يا أخي كل الجماعة دي ما يعرفوا السودان، ما يعرفوا كيف يشتروا برهان، أنت تمشي وتشتري وتلحقنا، نحن نفوت نستناكم في عدروسو. قال إسعاف وافقنا، حتى الطوف بتاعتي المجموعة الطوف بتاعته هو إسعاف تحرك بها، أنا المجموعة مشينا السودان اشترينا رونيو، اشترينا عشان نشتري رونيو والحاجات زي دي. بعدين نحن ماشيين كان في ولدي قدي وكلانا كفلوا، ولدي قدي كان ضمن القيادة الثورية في كسلة ضمنهم عضو، وكده انا ذاك من الكوادر اللي درس في اديس ابابا حقيقه، كان مثقف دارس مثقف، فكانوا في كسلة. هم في كسلة مجموعات كثيره كانت تجي طلبه، بعد الطلبه لما شافوا الميدان ما قدروا يستحملوا يدخلوا السودان يعملوا مشاكل، معظمهم انضموا للمقاتلين مستعدين يتحملوا كل المشقات كمنادلين، لكن بعض الناس كانوا ما قادرين في الميدان يستمروا معنا، البوجبوج والاكل وكل شيء. هم جو من اسمره ما كانوا يفتكروا ان الثوره فيها صعوبات كده، فكان في مشاكل كثير. بعدين في التنظيم برضو قبل عقد مؤتمر كان تناقضات كثيره كانت يعني، وعشان كده لازم نحن أسرعنا في عقد المؤتمر، ولازم نمشي مؤتمر وطني عشان نحل كل التناقضات عشان ثورة تقدر تستمر. فنحن ماشيين للسودان، لما وصلنا حفرة اللي هي حدود بين إريتريا والسودان، هي كانت المركز بتاعتنا، لما كل المقاتلين يخرجوا عن طريق حفرة عن طريق شيخ علي، كان عنده دكان، هو إريتري لكن هو سوداني، هو أصلا إريتري لكن في السودان كان، فهو اللي كان كل شيء يساعد، او عن طريق هذا الطريق. نحن لما جينا من الميدان اتجاه اروتا اخذنا زي كم يوم، وصلنا حفره، في حفره استنانا وضع جديد، وضع سياسي متقلب، كسلة دي كلها مقفوله، فالمنادلين استنونا هناك، الامن كله قفل وقال ما تقدروا تدخلوا. ليش؟ والله حصل المصيبة قالوا لنا في كتلة، اثنين من المنادلين أغتيلوا في كتلة، الجبهة قتلتهم. ليش قتلتهم؟ نحن ما نعرف، قالوا منادلين هم. عشان كده السودانيين قفلوا كل الحدود وما تقدروا تدخلوا، قالوا لنا. فأنا استنيت هناك، استنينا يعني، معي كان واحد اسمه معاشو، لأنه السياس كان يعرفهم هم بالذات، كيدان كوفلو كان في أديس أبابا معروف، كان واحد مثقف كان معروف، كان ولداي قدي من الحركة، من المؤسسين بتاع الحركة في أسمرة كان، وأول ما انضم لجبهة أريتريا، عشان كده جبهة
عينته ضمن القيادة الثورية في كسلة. الاثنين كانوا مهمين، أقتلوا طبعا، اغتيالهم كان خطأ، كان خطأ كبير ونحن كلما قبلناه. المهم نحن كان إسياس كتب رسالة لهم عشان أي حركة سياسية في السودان لوحدهم ما يعملوه، لازم ينسقوا معنا. الآن نحن عملنا مؤتمر عسكري وبعدين هيتعقد مؤتمر وطني، وكل المشاكل التناقضات اللي نحاول نحلها لصالح الوطن لصالح الثورة. كلنا قلنا كده، وإساس كتب رسالة مطولة يمكن 16 صفحة، وواحد اسمه معشو كان أدانا. أنا قلت له أنا لوحدي كيف أمشي، هو معشو كان معه من أول، من الكوادر بتاع الجبهة كان، بعدين مشى مع فضل معه. بعدين في حفرة لما جينا قابلتنا هذه الظروف، واستنينا 3 4 أيام، بعد 4 أيام بطريق ثاني بالليل ساعة تقريبا الساعة 2 صباح الليل، أنا ومعشو دخلنا لإريتريا، والبيت اللي كنا ننزل فيه وأنا بعرفه اسمه أخونا آدم بانمرو، في بيته كنا ننزل لما نكون في كسلة. وأنا سألته ليش إيش حصل، كله حكى لي يعني حصل مصيبة وحصل كده 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 كده، قال هم قتلوا. والجبهة لأنه كان في شباب كثير مرتبطين بالسفارة الإثيوبية، قنصلية كانت مش السفارة، قنصلية إريتريين كانوا مرتبطين، لما شافوا الميدان والمشاكل فهم استعدوهم. والدايجيري وكيداني كانوا يعملوا اجتماعات معهم، ما يعرفوهم كإريتريين كشباب عشان يوجهوهم، فحصل مشاكل كثير يعني، بلبلة ومشاكل كثير في السودان كان يحصل. عشان كده الأمن بتاع الجبهة قرر إنه كل الشباب اللي هم اللي عندهم عدوية مع الجبهة يخرجوا للميدان، قال القيادة قالت كده، من ضمنهم هم يخرجوا. فهم رفضوا كيداني والله كيداني وولداي هم رفضوا. بعدين الجبهة حاولت تختطفهم، تختطفهم مش تقتلهم، تختطفهم. ولا أخذوا المسؤولية بتاع الأمن، أخذوا المسؤولية، ما يعرفوا النتيجة اللي حتحصل، the consequence should happen، يعني النتيجة اللي حتحصل، المشاكل اللي تحصل، هم ما قدروها الحقيقة. اختطفوهم في السيرة هم ماشيين، حصلت حركة من ولاية أو لا كده، نزلوا من العربية بعدين بسكاكين هناك قتلوهم. قبل في من كسلة شوية خرجوا، قبل في شعبية اسمها حسا يقول له في داخل كسلة، وهم هربوا العربية، واللي قتلوهم هربوا ومشوا. الأمن السوداني جاء مسكهم، وحصل اللي حصل اللي قاعد أقول لك، ولحد حصل قاعدين بالمسائل نحن نعاني يعني. صح، كانت بتحصل مشاكل كثيرة طبعا. بعدين نجي لل للفترة بتاعت الانشغالات، يعني ظهرت فيها 3 تنظيمات، اللي هو بتاعت عوبل، اللي هو بتاعت قوات التحرير الشعبية، الجناح الأول، مجموعة السياس وكده. الانقسامات دي كظاهرة سياسية طبعا كانت موجودة من الأربعينات، يعني كان في زي 10 حزب كده في أيام الأربعينات، 10 حزب سياسي، جزء من كان ينادي بالوحدة، جزء من كان ينادي بالاتحاد مع أثيوبيا، وجزء من كان ينادي بالاستقلال، وجزء من كان يريد الحماية البريطانية، وجزء يريد الحماية الإيطالية وكده. فقصة الانقسامات دي طبعا بقت متوكلة، وحتى برضه بنعاني منها في المعارضة الإريترية. عندنا تنظيمات كثيرة في الفترة الحالية الناس ما قادرة تشتغل مع بعض.
رأيك شنو في الحاجات دي يعني؟ والله طبعا المسألة بتاع العبوديين وغيرهم وغيرهم، عثمان سب لما انشق عن المجلس الأعلى مش لوحده، طبعا كان في طه محمد نور وعده المجلس الأعلى في انقسم المجلس لاثنين. الأعلى، بعدين عثمان برضو واحدة ثانية، عثمان من اسمه هو برضو في المجلس الأعلى. يعني لما انشقوا قاموا بالاتصالات، جو أرسلوا وفد يعني مجموعة للسودان معاه مبلغ كبير، وحاولوا يقنعوا إنه ينضموا لتنظيم بتاع قوات تحرير شعبية. قوات نحن عملنا مؤتمر وطني، هم قبله كان عملوا قوات تحرير شعبية في عمان في أرض. وأنا يعني بعرف عدد مجموعة كبيرة، كان حتى أنا لما كنت في مكتب الخرطوم كان عندهم تحرك، حنس محمد سعيد ناوت لما معاه، محمد سعيد ناوت من الحركة اللي كان يقود الحركة، حركة تحرير إريتريا. من البداية ناس الحركة انضموا طوالي مع عثمان صالح سبه، واتفقوا يعملوا هذا المؤتمر، وانعكاساته حصل في الميدان. انعكاساته حصل في الميدان بتاعتنا يعني. فمجموعة آدم صالح اسمه، مجموعة عبليين سموا نفسهم، ومجموعة ثانية برضو، دول ما التزموا مع القرارات بتاع قيادة عامة، ورأسا ارتبطوا بعثمان صالح سبه، فجمعت أغلاطهم طبعا. دي اللي حصلت يعني. الخلافات السياسية بدءا من المجلس الأعلى انعكس علينا على القيادة العامة في داخل الميدان، داخل الجيش. الجيش موحد، عشان كده قدرنا نوصل للمؤتمر الأول. وهنا ممكن أقول أنا إدريس محمد آدم بالذات لعب دور إيجابي، وجارة شخصيا للسودان، وطلع الميدان كمان، واتصل بعدد كبير اللي هو يعرفه من المناضلين القدامى. اتصل، هذه مسألة نموت أو نحيا، إريتريا تكون ألا تكون. لو ما وصلنا للمؤتمر هذا حيكون لمصلحة إثيوبيا، ونحن حنتشتت، كل نضالنا حيمشي أو منصور. بذل مجهود كبير وعدد كبير كمان، اقتنعوا كلهم، كلنا اقتنعنا، والكادر بتاع الجبهة كمان لعب دور، كلنا لعبنا دور، وقدرنا نوصل للمؤتمر الوطني. في المؤتمر الوطني سياس هو كان انفصل وأعلن انفصاله، كتب للجبهة 16 صفحة، قال أنا ما معاكم من اتجاه أعلى. وبعدين اتصلوا مع عثمان سبه، قدم له دعوة، واقتنع سياس بمجموعاته، مشى حضر المؤتمر، وبقى ضمن القيادة بتاع قوات تحرير شعبية، اللي هو هم كان عندهم رقم واحد، قوة واحدة ثانية ثالثة، السياس كان الثاني، دول الأول يعني كان قسموا لأنفسهم. فسياس بقى ضمن القيادة بتاع قوات التحرير الشعبية، وبدأت علنا في إريتريا تنظيمين، يعني تنظيم بتاع جبهة التحرير إريتريا، تنظيم بتاع قوات التحرير الشعبية. هذا أصبح واقع في الميدان. يعني انت كنت عضو في كنت عضو في المجلس الثوري في المؤتمر الوطني الاول، بعدين اظن كنت في منطقه بركه، والايام دي كان في فوج كبير من بالذات من المرتفعات الاريتريه كانوا ينضموا للجبهه، وانت اكيد كانت عندك حوارات معاهم، فممكن تكلمنا عن الاشياء دي يعني. في المؤتمر طبعا انا انتخبت ضمن المجموعه 13، و لأنه صار لجنة تنفيذية ومجلس ثوري، مش كده في المؤتمر؟ لا اللجنه التنفيذيه اول، المجلس الثوري 13، بعدين حينضموا لما تتكون اتحاد المرأة والفلاحين والعمال المسؤولين اللي انتخبوا
تعقد مؤتمرات بتاع التنظيمات الجماهيرية الثلاثة، واللي يخسروا من تنظيمهم من العمال من الفلاحين من المرأة هم يكونوا مباشرة أعداء. قرر المؤتمر الوطني، فكلنا كنا حنبقى 16، لكن ما تعاقد بتاع الفلاحين وكذا، تأخر. بعد ما تعاقد بتاع المرأة أم الأملاكين بقت عضو بتاع فلاحين، لكن ما قادرين يعقدوا المؤتمر. وبتاع العمال كان على حنتي، شهيد على حنتي. فأنا انتخبت ضمن ال 13 اللي أقول لك 16، وعينت ضمن مجموعة علاقات خارجية، صالح رياي، محمد صالح حمد، شيحيم، وأنا أعداء المجلس الثوري نكون مسؤولين عن العلاقات الخارجية. ونحن عملنا مسؤول صالح رياي، ونحن أعداء تنظيم مع عن المجلس معه يعني. وبعدين من سنة آخر شهر 10 أكتوبر 71 كان المؤتمر الأول، مشينا 72 جاء 72 73 74، كنا في العلاقات الخارجية، حملنا مكاتب سياسية والاتصالات بالدول كلها وطلب مساعدات وكل شيء المفروض اللي نعمله نحن مسؤولين عنه. الحقيقة أنجزنا إنجازات كثيرة، والثورة بدأت تكبر. رجعت سنة 74، سنة 74 هيدا سلاسة كان منقصه أنهاه، وجاء منقصه وظروف جديدة في إثيوبيا ظهرت، وهو منقصه أعلن شعارات تقدمية اشتراكية، والسوفيت معه، وكثير من الدول اللي كانت تدعمنا شوشت وقفت مع منقصه، من ضمنهم عدن، من ضمنهم ليبيا، من ضمنهم يعني حصل لنا مشاكل كثيرة. المهم 74 لما رجعنا 74 75 انا رجعت 74، بعدين المجلس الثوري طبعا نحن في العلاقات الخارجيه اللي كنا لما دخلنا علاقات خارجيه ما في، انا جيت منطقه باركه كلها انا كنت مسؤول، حوري كان المرتفعات والثانيين كل واحد باتجاه كان حمل المسؤوليه، انا كنت في باركه كله انا مسؤول عنه. ونفس الأيام اللي كنت أنا، عدد كبير من الطلبة عمال مختلف اسمه يو انضموا للجبهة، ما يقارب إلى 9,000 10,000 12,000 يكون يعني. 74 جو عدد كبير 600، حد 600 يكونوا جدد جو، والجماعة الجدد ديل أنشأنا مركز تدريب في مقرايب، أنا اللي أنشأته، أنا عضو مجلس ومسؤول كنت، أنشأنا مركز تدريب وأديناهم تدريب عسكري هناك، الناس اللي كانوا خبرة درسوا في العراق في سوريا هم اللي كانوا في تدريب عسكري، و لتوعية سياسية أنا أرسلت الشهيد محمد برهان حسن اللي استشهد قبل أسبوع، هو كان في الميدان، هو من تخرجوا في علوم السياسية في العراق وجاء من العراق، عندما من أول منادل هو عضو جبهة تحرير إريتريا وتخرج من العراق وجاء رأسا للميدان، وكان في معنا وأنا أعرفه من أيام الحركة. بعدين واحد أخونا كان سعيد سابر بقى صحفي درس في القاهرة برضو، الجبهة أرسلته دورية بتاع دورة بتاع صحافة تتعلم، هو كان معانا برضو. واحد اسمه كمان يوهانس عبد الثلاثة جاء من الجدد، إنسان مثقف وواعي سياسيا وكل شيء. الثلاثة كلفتهم على أساس يدوا توعية سياسية، وأنا الثلاثة جلست البرامج ايش يعملوا كله درسنا مع بعض يعني، كلفتهم هم مشوا في مقرايب. بعد مقرايب فتحنا معسكر ربدة، معسكر ربدة
كان فيه تقريبا زي من 9 إلى 10 ألف مستجد اللجوء للثورة والتحقوا، وكل هذا العدد كبير اللي انضم للجبهة ده نتيجة البرنامج السياسي اللي اتقرر في المؤتمر الأول، اللي هو يعني عكس أمنيتنا ونضالنا وطموح شعبنا كله بصفة عامة. يعني كيف ننهي التناقضات والصراعات السياسية الغير معنية اللي كانت في الميدان؟ هل هذا البرنامج السياسي لعب دور كبير؟ لأنه كان في كوادر زي دكتور فنصون حوري نفسه وعبد القادر رمضان، يعني مجموعة خيرية بتاع المناضلين يعني توزعنا في كل إريتريا، حاملين هذا البيان السياسي والشعب رحب به. وبعد ده هو يعني الناس اللي التحقت بالثورة بالآلاف، نحن اللي كنا نرفضهم صغار أو عدد كبير ما نقدر نستحمل، لأنه الإمداد والسلاح وكل شيء، يعني دفعة واحدة جو 10 ألف تقريبا بالنسبة للجبهة كان صعب، أنا كنت مسؤول، فكان نرفض. أرجعوا نادوا في إريتريا، بعدين نحن حنسحبكم نسجلهم كنا، وكنا يلفوا كانوا يمشوا للشعبية، ما يقارب إلى 6 7 آلاف برضو مشوا لقوات التحرير الشعبية. لذلك المؤتمر اللي انعقد، انعكاسات المؤتمر كان انعكاس ايجابي، والنتيجه عدد كبير بالالاف جو للثوره ورفعوا قدره الثوره وقدرنا نواجه العدو. ده هو اللي استمر. تمام. اليوم حنكتفي بهذا، بعدين نواصل إن شاء الله مرة ثانية. لا سيئة قلت يعني لما رجعت من السين. نعم، طيب كدي ممكن اشرح لنا ايه اللي حصل بين الوحدة الثلاثية لحد ما وصلت إلى مؤتمر أبوبحة وكده، لأنه حنجي برضه في مؤتمر أبوبحة بعدين، لأنه كان في ناس يعيدوا الوحدة الثلاثية المنطقة الأولى والثانية ما حضروا، ثلاثة أربعة خمسة حضروا وتكونت القيادة الثلاثية، وكان من يعيد الوحدة الثلاثية كان من كان ضدها. كيف كان الوضع بين الوحدة الثلاثية لحد المؤتمر الدوحة؟ لا، نقاش الخمسة لما رجعوا من الصين مع المناضلين اللي كانوا في إريتريا متحملين مسؤولية، كلهم ناقشوا الوضع، كان شوية صعب، لازم وحدة الجيش كان ضروري، وظواهر بعض الأشياء كانت، فالضرورية دي ناقشوها واتفقوا كلهم. المسألة إنه إيش ناقشوا إيش عملوا في النهاية، حتى المنطقة الثانية والمنطقة الأولى من الأول متفقين معهم ومهدوا الطريق مع وحداتهم في المنطقة الأولى والثانية مع كل المسؤولين، أقنعوهم، اقتنعوا جميعا وجو وروا البقية الوحدة الثلاثية، أنا كنت أنا ذاك هناك، ورونا إنه نحن وقررنا ورأسا حنحضر في المؤتمر ونلتقي في أدوبها، والتقينا هناك حضروا. بمعنى إنه إيش حصل إيش حصل، هذا حاجات كثيرة كانت، لكن تقلبوا عليها الظروف اللي كانت، تقلبوا عليها ونجحوا في أن يعقدوا، نجحنا في أن نعقد أول مؤتمر عسكري لجيش تحرير إريتريا في داخل إريتريا، حضروه كل المسؤولين في الجيش. وتمخضت من المؤتمر دوحة اللي كان من يوم 10 لحد 25 أغسطس 69، انبثقت منه القيادة العامة. أنت كنت عضو في القيادة العامة، نعم، إيش كان مسؤولياتك؟ يعني هل كان في تقسيم بتاع أدوار وكده؟ نعم، القيادة في المؤتمر طبعا انتخبت قيادة من 38
38 في بتاع المكتب العسكري والمكتب السياسي والعلاقات الخارجية، مكتب الأمن والاقتصاد، اتقسمنا كلنا لمكاتب مجموعات يعني. وأنا أول ستة من القيادة العامة توجهنا للسودان بالبيان العسكري، بالبيان بتاعتنا. مشينا السودان، مشينا أول بورسودان، كسلا، مدن مين كان كلها معك من الـ من الـ من القيادة العامة؟ من القيادة العامة. أيوة، وأنا سعيد صالح، الشهيد سعيد صالح، عثمان عاجب، يعني بقية صالح. مشينا 6 أنفار نشرح عن المؤتمر، بيان المؤتمر، وعملنا اجتماعات كثيرة. وأنا كنت مسؤول في هذه اللي توجهت للسودان. بعد ما رجعنا القيادة العامة عملت اجتماع، وفي داخل الاجتماع أنا مشيت للخرطوم، لمكتب الخرطوم للسودان. عثمان عجيب كان مشى أول، هو سحب، أنا بدله مشيت للخرطوم، مسؤول مكتب ومشيت الخرطوم مسؤول يعني. المكتب في الخرطوم يعني. هل حضرت نعم، يعني الجلسة اللي كانت فيها اعتقال القيادة العامة الستة؟ نعم، أنا حضرت، أيوة حضرتها، كنت موجود. لو تدينا شوية نبذة عن كيف حصلت، إيش كانت المشكلة؟ نحن أول ما عقدنا المؤتمر، والمؤتمر انتهى بنجاح، ببيان وكل شيء، قيادة انتخبت، وحددنا بعد سنة حيعقد مؤتمر وطني، ونحن نمهد من الآن المهام الأساسية للقيادة عما كان الاستعداد لعقد أول مؤتمر وطني، وهي المتحملة مسؤولية، هذه كانت مسؤوليتنا كلنا. ولحد ما نصل المؤتمر، طبعا التوزيعات المكتبية كانت زي ما شرحت لك، والناس اللي اعتقلوا الحقيقة في نفس الأيام، عثمان سب كان انفصل عن المجلس الأعلى، وكان يمهد برضو لعقد مؤتمر بعدين اللي سموه قوات التحرير الشعبية، اللي عقدوه في عمان في الأردن، نحن عقدنا المؤتمر الوطني. هم في العراقيين والسوريين حاولوا للمجلس الأعلى عشان يجيبوهم ويقفوا مع القيادة العامة، لحد جميعا نحن نصل المؤتمر، وفي المؤتمر ناقش كل مشاكلنا والصراعات السياسية اللي كانت، والتناقضات والآراء اللي كانت، كل واحد باتجاهاته اللي كان يريدها تناقشوها. قالوا انتوا في المؤتمر، بمعنى المؤتمر اللي يمثل الشعب الاريتري، واول مؤتمر هتعقدوه، كل خلافاتكم اللي في تناقضاتكم السنويه تحلوها في المؤتمر. السوريين بذلوا مجهود، والعراقيين بذلوا مجهود، حتى المصريين، لكن كل ده المجهود ده ما نجح، ما تكلل بنجاح. فعشان كده عثمان سبه من البداية ونحن عاقدين في المؤتمر كان قرر إنه يعمل تنظيم بتاعته. ف لمجموعة بتاع البحر الأحمر، هم اللي اعتقلوا، مجموعة بتاع البحر الأحمر هم اللي اعتقلوا، اتمسكت رسالة عثمان سبه كاتبها رسالة لهم، اتمسكت رسالة. فالحقيقة طريقة الاعتقال شوية كان خطأ، المكتب العسكري والأمن هم اللي اتفقوا، جمعونا كلنا أعداء القيادة، ما ناقشنا لأنه ما في فرصة، كل واحد حامل سلاح عشان ما يح. بعدين لما احتجينا أعداء القيادة، ليش تصرفتوا كده بدون موافقتنا؟ قالوا يا أخي كلنا حاملين سلاح، لو طلعت أي خبر حنقتتل بعدنا، وهذا مسألة انشقاق من الآن، ما نحن حنحتجز وما حنعطوا لهم مسألة احتجاز، نشوف يعني الوضع عشان ما ينفلت مننا. قالوا تروحوا لنا. المهم سياس كان
برضو من ضمن السكرتارية بتاع القيادة العامة، فشوية هو كان رافض. المفروض ما يحصل كده، الاعتقال المفروض ما يحصل. في الأول نحن كقيادة عامة، القيادة اللي انتخبت نناقشه ونتفق عليه، وقال لنا لو ما اتفقنا ايش حيحصل؟ نتفرتك. لا، حماية للتنظيم وحماية للمؤتمر الذبحة ونتائجه كله، نحن اتخذنا هذا القوة. فرض علينا لأنه محمد علي عمارة رأسا من الذبحة، رأسا مشى لاتجاه قدم. فهم أساسا قادة المناطق الخمسة ما انتخبوا، ما انتخبوا. المؤتمر قرر القادة يحضروا المؤتمر الوطني، لكن الآن ما ينتخبوا لأنه كان حاجات صراعات سياسية، كانت اللي هم مثلا محمود ديناي، إبراهام تولدي، عبد الكريم أحمد، عمر زاد، ومحمد علي عمر، قادة المناطق العسكريين. فدي هي اللي حصلت، والسبب لاعتقالهم هو اللي شرحت لك، لأن أنا اللي أعرفه كعود قيادة. تمام. في الفترة دي السياد كان فيها لجنة وبعدين مشاوين بعد اجتماعات القيادة العامة، لو عندك معلومة. بعد ما بعد ما خلصنا القيادة العامة، جينا تخليط الجيش، المنطقة الأولى والثانية والثالثة، كل الجيش كان في مناطقه ولازم يخلط يكون جيش واحد مثلا. فأخذنا برنامج نعمل خلط في روتا والمناطق ده كلها. بعدين أنا وإسياس كنا، وأنا وإسياس ومحمود شكيني وهيتين، 7 نفر في المكتب السياسي داخل القيادة العامة. اخترنا أعداء مكتب سياسي، فنحن ناقشنا أنا وشكيني وسياس، كلنا 7 أنفار هم، ناقشنا ما العمل. شكيني قال أنا هنعمل مركز للإعلام، وحنعمله في اتجاه المنطقة الثانية، في اتجاه حل هنعمل هناك، لأنه منطقة فيها جبال وكل شيء، ممكن من هناك هنحاول نغطي كل المنطقة الثانية، وبتاع المنطقة الأولى نفس الشيء. أنا وإسياس قلنا إيش حنعمل، ناقشنا، ومعانا طبعا الثانيين اللي معانا، ناقشنا محمود شكيني وإسياس. محمود شكيني صار مسؤول بتاع المجموعة في المنطقة الثانية، وسياس كان مسؤول هنا. قال المهم أنا، أنت تبقى، قلت له هو وافقنا كلنا، هو يبقى مسؤول. فاتفقنا على أساس نعمل مركز الإعلام بتاعتنا، بتاع مجموعة بتاع المرتفعات، نعمله في عالة، في أدرس عالة، اتجاه عالة. كل جزء كان أنا ذاك. اتفقنا كده. بعدين محمود شكيني قال، أياميها الآلات الكاتبة وكده ما كان متطور، محمود شكيني قال أنا هأرسل جماعة مني يشتروا لنا الآلة الكاتبة والرونيو من السودان، وانتوا ايش حتعملوا؟ قال لنا شكيني، انا وإيش شفنا نقدر نطلع من اسمرة. ايامها اسمرة كان صعب لانه المؤتمر عقد، شباب كثير كان يطلعوا للميدان ينضموا للثورة، فالمراقبة بتاع الامن الاثيوبي والبوليسي كان في اريتريا في اسمرة شوية صعب، ما تقدر تتحرك. وقلنا ناقشنا ما لقينا الا نفس الشيء، نمشي السودان ونشتري
اللوازم بتاعت الإعلام بتاعتنا. نعم. فبعدين عاوزين نرسل الإساءة، قال لي يا أخي كل الجماعة دي ما يعرفوا السودان، ما يعرفوا كيف يشتروا برهان، أنت تمشي وتشتري وتلحقنا، نحن نفوت نستناكم في عدروسو. قال إساءة، وافقنا. حتى الطوف بتاعتي، المجموعة الطوف بتاعته هو إساءة تحرك بها، أنا المجموعة مشينا السودان، اشترينا رونيو، اشترينا عشان نشتري رونيو والحاجات زي دي. بعدين نحن ماشيين، كان في ولداي قدي وكدانا كفلوا، ولداي قدي كان ضمن القيادة الثورية في كسلة، ضمنهم عدو، وكدانا ذاك من الكوادر اللي درس في أديس أبابا، حقيقة كان مثقف، دارس مثقف، فكانوا في كسلة. هم في كسلة مجموعات كثيرة كانت تجي طلبة، بعد الطلبة لما شافوا الميدان ما قدروا يستحملوا يدخلوا السودان يعملوا مشاكل، معظمهم انضموا للمقاتلين مستعدين يتحملوا كل المشقات كمنادلين، لكن بعض الناس كانوا ما قادرين في الميدان يستمروا، معنا البوجبوج والأكل وكل شيء. هم جو من أسمرة، ما كانوا يفتكروا إن الثورة فيها صعوبات كده، فكان في مشاكل كثير. بعدين في التنظيم برضو قبل عقد مؤتمر كان تناقضات كثيرة كانت يعني، وعشان كده لازم نحن أسرعنا في عقد المؤتمر، ولازم نمشي مؤتمر وطني عشان نحل كل التناقضات عشان ثورة تقدر تستمر. فنحن ماشيين للسودان، لما وصلنا حفرة اللي هي حدود بين إريتريا والسودان، هي كانت المركز بتاعتنا، لما كل المقاتلين يخرجوا عن طريق حفرة، عن طريق شيخ علي كان عنده دكان، هو إريتري لكن هو سوداني، هو أصلا إريتري لكن السودان كان، فهو اللي كان كل شيء يساعد، أو عن طريق هذا الطريق. نحن لما جينا من الميدان اتجاه أروتا أخذنا زي كم يوم، وصلنا حفرة، في حفرة استنانا وضع جديد، وضع سياسي متقلب، كسلة دي كلها مقفولة، فالمنادلين استنونا هناك، الأمن كله قفل وقال ما تقدروا تدخلوا. ليش؟ والله حصل مصيبة قالوا لنا في كسلة، اثنين من المنادلين أغتيلوا في كسلة، الجبهة قتلتهم. ليش قتلتهم؟ نحن ما نعرف، قالوا منادلين هم. عشان كده السودانيين قفلوا كل الحدود وما تقدر تدخلوا، قالوا لنا. فأنا استنيت هناك، استنينا يعني، معي كان واحد اسمه معاشو، لأنه الشيخ كان يعرفهم هم بالذات، كيدان كفلو كان في أديس أبابا معروف، كان واحد مثقف كان معروف، كان ولداي كده من الحركه، من المؤسسين بتاع الحركه في اسمرا كان، واول ما انضم لجبهه اريتريا، عشان كده جبهه عينته ضمن القياده الثوريه في كسلا. الاثنين كانوا مهمين، اغتيلوا طبعا، اغتيالهم كان خطا، كان خطا كبير، ونحن كلما قبلناه. المهم نحن كان اسياس كتب رساله لهم عشان أي حركة سياسية في السودان لوحدهم ما يعملوه، لازم ينسقوا معنا. الآن نحن عملنا مؤتمر عسكري، وبعدين هيتعقد مؤتمر وطني، وكل المشاكل التناقضات اللي نحاول نحلها لصالح الوطن، لصالح الثورة. كلنا قلنا كده، وإساس كتب رسالة مطولة يمكن 16 صفحة، وواحد اسمه معاشو كان ادانا، انا قلت له انا لوحدي كيف امشي، هو معاشو كان معه من اول، من الكوادر على الجبهه كان، بعدين مشى مع فضل معه. بعدين في حفره لما جينا قابلتنا هذه الظروف، واستنينا 3 4 ايام، بعد 4 ايام بطريق ثاني بالليل، ساعه تقريبا ساعه 2 صباح الليل، انا ومعاشو دخلنا لاريتريا، والبيت اللي كنا ننزل فيه انا بعرفه اسمه اخونا ادم بانمرو، في بيته كنا ننزل لما نكون في كسلة،
فأنا سألته ليش إيش حصل، كله حكى لي يعني حصل مصيبة وحصل كذا 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 كذا، قال هم قتيلوا. وعجبها لأنه كان في شباب كثير مرتبطين بالسفارة الإثيوبية، قنصلية كانت مش السفارة، قنصلية، إريتريين كانوا مرتبطين، لما شافوا الميدان ومشاكل فهم استعدوهم. والدايجداي وكيداني كانوا يعملوا اجتماعات معهم ما يعرفوهم كإريتريين كشباب عشان يوجهوهم، فحصل مشاكل كثير يعني بلبلة ومشاكل كثير في السودان كان يحصل. عشان كده الأمن بتاع الجبهة قرر إنه كل الشباب اللي هم اللي عندهم عدوية مع الجبهة يخرجوا للميدان، قال القيادة قالت كده من ضمنهم هم يخرجوا، فهم رفضوا كيداني والله كيداني وولداي هم رفضوا. بعدين الجبهة حاولت تختطفهم، تختطفهم مش تقتلهم، تختطفهم، ولا أخذوا المسؤولية بتاع الأمن، أخذوا المسؤولية، ما يعرفوا النتيجة اللي حتحصل، the consequence يعني النتيجة اللي حتحصل، المشاكل اللي حتحصل، هم ما قدروها الحقيقة. اختطفوهم في السيرة هم ماشيين، حصلت حركة من ولاية ولا كده، نزلوا من العربية بعدين بسكاكين هناك قتلوهم. قبل في من قتلة شوية خرجوه قبل في شعبية اسمها سيقول له في داخل قتلة قتلة، وهم هربوا العربية واللي قتلوهم هربوا ومشوا. الأمن السوداني جاء مساكم وحصل اللي حصل اللي قاعد أقول لك، ولحد حصل قاعدين بالمسائل نحن نعاني يعني. صح، كانت بتحصل مشاكل كثيرة طبعا. بعدين نجي للفترة بتاعت الانشغالات، يعني ظهرت فيها ثلاثة تنظيمات، اللي هو بتاعت عوبل، اللي هو بتاعت قوات التحرير الشعبية، الجناح الأول، مجموعة السياس وكده. الانقسامات دي كظاهرة سياسية طبعا كانت موجودة من الأربعينات، يعني كانت في زي 10 حزب كده في أيام الأربعينات، 10 حزب سياسي، جزء من كان ينادي بالوحدة، جزء من كان ينادي بالاتحاد مع أثيوبيا، وجزء من كان ينادي بالاستقلال، وجزء من كان يريد الحماية البريطانية، وجزء يريد الحماية الإيطالية وكده. فقصة الانقسامات دي طبعا بقت متواكلة، وحتى برضه بنعاني منها في المعارضة الإريترية. عندنا تنظيمات كثيرة في الفترة الحالية ناس ما قادرة تشتغل مع بعض. رأيك شنو في الحاجات دي يعني؟ والله طبعا المسألة بتاع العبيديين وغيرهم وغيرهم، عثمان سبه لما انشق عن المجلس الأعلى مش لوحده طبعا، كان في طه محمد نور وقعدوا في المجلس الأعلى انقسم المجلس لاثنين. الأعلى، بعدين عثمان برضو واحدة تاني عثمان من اسمه هو برضو في المجلس الأعلى. يعني لما انشقوا قاموا بالاتصالات، جو أرسلوا وفد يعني مجموعة للسودان معاهم مبلغ كبير، وحاولوا يقنعوا إنه ينضموا لتنظيم بتاع قوات التحرير الشعبية. قوات نحن عملنا مؤتمر وطني، هم قبله كان عملوا قوات التحرير الشعبية في عمان في الأرض. وأنا يعني بعرف عدد مجموعة كبيرة، كان حتى أنا لما كنت في مكتب الخرطوم كان عندهم تحرك، حنس محمد سعيد ناوود انضم معاه، محمد سعيد ناوود من الحركة اللي كان يقود الحركة، حركة تحرير إريتريا، من البداية
ناس الحركة عندهم متوالي مع عثمان صالح سبه، واتفقوا يعملوا هذا المؤتمر، وانعكاساته حصل في الميدان، انعكاساته حصل في الميدان بتاعتنا يعني. فمجموعة آدم صالح اسمه مجموعة عبالين سموا نفسهم، ومجموعة تانية برضو دول ما التزموا مع القرارات بتاع قيادة عامة، ورأسا ارتبطوا بعثمان صالح سبه، فجمعت أغلاطهم طبعا. دي اللي حصلت يعني. الخلافات السياسية بدءا من المجلس الأعلى انعكس علينا على القيادة العامة في داخل الميدان، داخل الجيش. الجيش موحد، عشان كده قدرنا نوصل للمؤتمر الأول. وهنا ممكن أقول أنا إدريس محمد آدم بالذات لعب دور إيجابي، وجاره شخصيا للسودان، وطلع الميدان كمان، واتصل بعدد كبير اللي هو يعرفه من المناضلين القدامى. اتصل، هذه مسألة نموت أو نحيا، إريتريا تكون ألا تكون. لو ما وصلنا للمؤتمر هذا هيكون لمصلحة إثيوبيا، ونحن هنتشتت، كل نضالنا هيمشي أو منصور. بذل مجهود كبير، وعدد كبير كمان اقتنعوا، كلهم كنا اقتنعنا، والكادر بتاع الجبهة كمان لعب دور، كلنا لعبنا دور، وقدرنا نوصل للمؤتمر الوطني. في المؤتمر الوطني سياس هو كان انفصل وأعلن انفصاله، كتب للجبهة 16 صفحة، قال أنا ما معاكم من اتجاه أعلى. وبعدين اتصلوا مع عثمان سبه، قدم له دعوة، واقتنع سياس بمجموعاته، مشى حضر المؤتمر، وبقى ضمن القيادة بتاع قوات التعريف الشعبية، اللي هو هم كان عندهم رقم واحد، قوة واحدة ثانية ثالثة، السياس كانت الثاني، وتفضل الأول يعني، كان قسموا لأنفسهم. فالسياس بقى ضمن القيادة بتاع قوات التحرير الشعبية، وبدأت علنا في إريتريا تنظيمين، يعني تنظيم بتاع جبهة التحرير إريتريا، تنظيم بتاع قوات التحرير الشعبية. هذا أصبح واقع في الميدان. يعني انت كنت عضو في المجلس الثوري في المؤتمر الوطني الاول، بعدين اظن كنت في منطقه بركه، والايام دي كان في فوج كبير من بالذات من المرتفعات الاريتريه كانوا ينضموا للجبهه، وانت اكيد كانت عندك حوارات معاهم، فممكن تكلمنا عن الاشياء دي يعني. في المؤتمر طبعا انا انتخبت ضمن المجموعه 13، لأنه صار لجنة تنفيذية ومجلس ثوري، مش كده في المؤتمر؟ لا اللجنه التنفيذيه اول، المجلس الثوري 13، بعدين حينضموا لما تتكون اتحاد المرأة والفلاحين والعمال المسؤولين اللي انتخبوا، تعقد مؤتمرات بتاع التنظيمات الجماهيريه الثلاثه، واللي يخسروا من تنظيمهم من العمال من الفلاحين من المرأة هم يكونوا مباشرة أعداء. قرر المؤتمر الوطني، فكلنا كنا حنبقى 16، لكن ما تعاقد بتاع الفلاحين وكذا، تأخر. بعد ما تعاقد بتاع المرأة أملا ملكين، بقت عضو بتاع فلاحين، لكن ما قادرين يقعدوا المؤتمر. وبتاع العمال كان على حنتي، الشهيد على حنتي. فأنا انتخبت ضمن ال 13 اللي أقول لك 16، وعينت ضمن مجموعة علاقات خارجية، صالح حياي، محمد صالح محمد، شيحيم، وأنا أعداء المجلس الثوري نكون مسؤولين عن العلاقات الخارجية. ونحن عملنا مسؤول صالحية، ونحن أعضاء تنظيم مع المجلس معاه يعني. وبعدين من سنة آخر شهر 10 أكتوبر 71 كان المؤتمر الأول، مشينا
72 جاء 72 73 74 كنا في العلاقات الخارجية، حملنا مكاتب سياسية والاتصالات بالدول كلها وطلب مساعدات وكل الشيء المفروض اللي نعمله نحن مسؤولين عنه. الحقيقة أنجزنا إنجازات كثيرة والثورة بدأت تكبر. رجعت سنة 74، سنة 74 هيدا سلاسة كان منغستو أنهاه وجاء منغستو وظروف جديدة في إثيوبيا ظهرت، وهو منغستو أعلن شعارات تقدمية اشتراكية والسوفييت معه، وكثير من الدول اللي كانت تدعمنا شوشت وقفت مع منغستو، من ضمنهم عدن، من ضمنهم ليبيا، من ضمنهم يعني حصل لنا مشاكل كثيرة. المهم 74 لما رجعنا 74 75 أنا رجعت 74، بعدين المجلس الثوري طبعا نحن في العلاقات الخارجية اللي كنا لما دخلنا علاقات خارجية ما في، أنا جيت منطقة باركة كلها أنا كنت مسؤول، حوري كان المرتفعات والتانيين كل واحد باتجاه كان حمل المسؤولية، أنا كنت في باركة، باركة كله أنا مسؤول عنه. ونفس الأيام اللي كنت أنا عدد كبير من الطلبة عمال مختلف اسمه يو انضموا للجبهة ما يقارب إلى 9 آلاف 10 آلاف 12 ألف يكون يعني 74 جو عدد كبير 600 حد 600 يكونوا جدد جو، والجماعة الجدد ديل أنشأنا مركز تدريب في مقرايب، أنا اللي أنشأته، أنا لأن أنا عضو مجلس ومسؤول كنت، أنشأنا مركز تدريب وأديناهم تدريب عسكري هناك، الناس اللي كانوا خبرة درسوا في العراق في سوريا هم اللي كانوا في تدريب عسكري، ولتوعية سياسية أنا أرسلت الشهيد محمد برهان حسن اللي استشهد قبل أسبوع، هو كان في الميدان، هو من تخرجوا في علوم السياسية في العراق وجاء من العراق، انضم من أول منادر هو عضو جبهة تحرير إريتريا وتخرج من العراق وجاء رأسا للميدان وكان في معنا، وأنا أعرفه من أيام الحركة. بعدين واحد أخونا كان سعيد سابر بقى صحفي درس في القاهرة برضو، الجبهة أرسلته دورية بتاع دورة بتاع صحافة تتعلم، هو كان معانا برضو. واحد اسمه كمان يوهانس عبد الثلاثة جاء من الجدد، إنسان مثقف وواعي سياسيا وكل شيء. الثلاثة كلفتهم على أساس يدوا توعية سياسية، وأنا الثلاثة جلست البرامج ايش يعملوا كله درسنا مع بعض يعني، كلفتهم هم مشوا في مقرايب. بعد مقرايب فتحنا معسكر ربدة، معسكر ربدة كان فيه تقريبا زي من 9 إلى 10 ألف مستجد اللي جوا للثورة والتحقوا، وكل هذا العدد كبير اللي انضم للجبهة ده نتيجة البرنامج السياسي اللي اتقرر في المؤتمر الأول اللي هو يعني عكس أمنيتنا ونضالنا وطموح شعبنا كله بصفة عامة، يعني كيف ننهي التناقضات والصراعات السياسية الغير معنية اللي كانت في الميدان. هذا البرنامج السياسي لعب دور كبير لأنه كان في كوادر زي دكتور فلسون حوري نفسه وعبد القادر رمضان، يعني مجموعة خيرية بتاع المناضلين يعني توزعنا في كل إريتريا حاملين هذا البيان السياسي، والشعب رحب به. وبعد ده هو يعني الناس اللي التحقت بالثورة بالآلاف، نحن اللي كنا نرفضهم صغار أو عدد كبير ما نقدر نستحمل لأنه الإمداد والسلاح وكل شيء،
يعني دفعة واحدة جو 10,000 تقريبا بالنسبة للجبهة، كان صعب، أنا كنت مسؤول. فكان نرفض أرجعوا نادوا في إريتريا، بعدين نحن حنسحبكم نسجلهم كنا. وكنا يلفوا، كانوا يمشوا للشعبية ما يقارب إلى 6 7 آلاف برضو، مشوا لقوات التحرير الشعبية. لذلك المؤتمر اللي انعقد، انعكاسات المؤتمر كان انعكاس إيجابي، والنتيجة عدد كبير بالآلاف جو للثورة ورفعوا قدرة الثورة، وقدرنا نواجه العدو. ده هو اللي استمر. تمام. اليوم حنكتفي بهذا، بعدين نواصل إن شاء الله مرة ثانية.